السلام عليكم ورحمة الله، صباح الخير. سنبدأ إن شاء الله على 11 وحوالي 3 دقائق حتى يلتحق بنا الجميع اليوم. يمكنكم مباشرة تذكير زملائكم، يمكنكم مشاركة الرابط مع زملائكم حتى يلتحقوا بنا قبل البداية، وشكرا. بالنسبة للزملاء الذين يرسلون بريدهم الإلكتروني الآن على الشات، على فكرة يعني جميع إيميلاتكم هي عندنا عن طريق الزوم، لذلك لا داعي يعني لتأكيد حضوركم عن طريق التعليقات، لأنه لدينا فعلا بريدكم الإلكتروني لكل واحد. بالنسبة لي عندهم مشكل في الصوت، أظن بأنه من عندنا ما فيش أي مشكل تقني، فقط يمكنهم تحديث البارامتر من عندهم أو تحديث الإعدادات حتى يتمكنوا من سماع الصوت، لأنه أظن بأنه الصوت مسموع لدى الأغلبية. حتى الشيرين يعني فيه شيرين للسكرين. نعم، بالنسبة لمستوى الصوت، حاول فقط أنه تزيد مستوى الصوت من عندك. أوكي، أظن أنه كل شيء جيد. جميل جميل. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية مرحبا بكم معنا، شكرا لحضوركم ورشة اليوم التي تقدمها السيفر كالعادة. اليوم نحن أحيانا ما نقدم هذه الورشات باللغة العربية لأنه فيه طلب كبير من طلبة، خاصة العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية والاقتصاد، فيه الكثير من التخصصات والكثير من الميادين التي تدرس وتجري أبحاثها باللغة العربية يعني، وهذا شرف كبير يعني أن نقدم العديد من الورشات باللغة العربية حتى تعم الفائدة للجميع. إذن كما عودناكم على تقديم ورشات تكوينية ومحاضرات في العديد من الإشكاليات والعديد من الحلول، والتي تدور دائما حول اهتمامات الباحث العلمي في العالم بأسره. يعني كانت لنا كما قلت فرص عديدة، وإن تحدثنا عن
المنتجات الموجودة اليوم. تحدثنا أنا أتحدث عن منتجات السيفر، تحدثنا عن منصة سيونز ديريكت واللي هي يعني مطلوبة ومستعملة خاصة من طلبة الدكتوراه، وذلك لسهولة استعمالها لتوفرها على ملايين من المستندات في جميع الميادين الخاصة، خاصة بالنسبة للمنتسبين للجامعات وبالنسبة للمنتسبين لمراكز البحث. فأتحدث عن الطلبة، أتحدث عن الأساتذة الجامعيين، وكذلك عن الباحثين الذين يملكون اشتراكات ممولة من الحكومة. فكلهم يعني عن طريق الكونسورسيوم راح تسهل لهم الولوج لهذه المنصات ولقاعدة البيانات أيضا لسكوبيس بسهولة. فكما دائما نضرب المثال بالجزائر، على سبيل المثال ما توفره لنا الأسندية اللي هو النظام الوطني للتوثيق، يعني لو سيستيم ناسيونال دو دوكيومونتاسيون ليني، المعتمد هنا في الجزائر. وسنتحدث يعني ربما من بعد يعني عن هذا النظام، عن كيفية الحصول على حساب فيه وطريقة، يعني هناك العديد يعني من الطرق، خاصة الطريقة الشائعة للولوج له لمن لم يتصادف يعني معه من قبل. فخلال هذه الورشات التي بدأناها باللغة العربية وبدأنا فيها مع سلسلة جديدة حول منصة البيانات العالمية سكوبيوس، فسكوبيوس التي تضم العديد من الخاصيات، العديد من الميزات، والتي تمكن كما قلت في البداية تمكن الطالب وتوفر له وسائل فعالة لإيجاد هذه الحلول المثلى. فتحتاجها أيضا وأنت مثلا تبحث وأنت تستكشف وأنت تحلل موضوعك البحثي أو تحلل مجموعة الفرضيات التي هي بحوزتك حتى قبل البدء الفعلي. يعني وهذا هو الهدف، ونحن نتحدث عن الأصالة والأصلية ونتحدث على القيمة المضافة. فالعديد من الميزات التي كل مرة يعني نحاول نكتشف جزء منها، وكل مرة يعني من خلال هذه التسجيلات ومن خلال هذه الأسئلة التي تردنا من طرف المشاركين معنا، وخاصة المشاركين الجدد. أتحدث عن طلبة السنة أولى الدكتوراه، يعني اليوم بالذات يعني فيه العديد من طلبة الدكتوراه الجدد السنة أولى الذين يشاركون معنا لأول مرة. يعني كنت لقيت هذا الصباح رسائل من عندهم وأنهم أرادوا أن يكون فيه يعني تفصيل، خاصة لما رأوا الإعلان بأنه فيه الورشة باللغة العربية. ونحن يعني نتشرف بحضوركم معنا ونرحب بكم معنا، وكل مرة السيفر تعطيكم المزيد من الورشات، المزيد من التكوينات، حتى تتمكنوا من البحث الببليوغرافي الخاص بمشاريعكم، تتمكنوا من الوصول إلى الأبحاث الأصيلة، وكذلك للوصول لتقديم قيمة مضافة التي يمكن نشرها عن طريق العديد من المقالات والعديد حتى من براءات الاختراع والكتب، وكذلك مقالات الملتقيات. يعني سبق وتحدثنا عن الأنواع العديدة التي نجدها على سكوبس وعلى سيونس ديريكت. فكل هذا راح يساعدك كباحث أنك تتقدم وأنك تتطور في مجالك البحثي. إذن ككل مرة قبل الانطلاق نذكركم بأن الورشة مسجلة وفيه شهادات مشاركة سترسل لكم جميعا، لكل من يحضر أكيد معنا الورشة بالكامل عن طريق الزوم. وأؤكد دائما على هذه النقطة، لأنه اليوم يعني مفيش أظن لايف على الفيسبوك، لكن دائما الأسئلة التي تريدنا، بأنه هناك تكون فيه أناس يحضرون معنا على الفيسبوك ويريدون شهادات، أو ربما إلى حد الآن يعني الشهادات يمكن الحصول عليها فقط بالنسبة للذين يحضرون معنا على الزوم، لكن وفق معايير معينة. يعني يجب أنه كل واحد فيكم يحضر الورشة بالكامل، يسجل بطريقة سليمة عبر الاستمارة، وهناك خوارزمية ترسل الشهادات أوتوماتيكيا كما قلت وفق هذه الشروط الأساسية
لحضور الورشة بالكامل. فبعد 24 ساعة يصلكم كود من خلاله يمكنكم الحصول على الشهادات بسرعة وبسهولة كذلك. إذن قبل أن نبدأ في الطرق والكيفيات، قبل أن نبدأ في كل أمر، يجب دائما أن نتفق على الدوافع، ويجب دائما أن نتفق عن الأهداف، وهذا هو المنطق يعني. فقبل أن ندخل في التفاصيل، يجب أن نتفق ونجد جواب لسؤال: لماذا نبحث ولماذا ننشر أبحاثنا العلمية؟ يعني هذا السؤالين هم الأساس. وماذا أيضا، ربما أطرح سؤال: ماذا أستفيد أنا من خلال هذا البحث العلمي؟ وما هي الأساسات الأولى التي يجب أن أبدأ عليها الإشكالية البحثية والفرضية نحو إيجاد الحلول؟ وهل لما يعني أحمي أفكاري وأنشرها وفق معطيات ظاهرة، يعني هل الأفضل يعني أحتفظ بهم لنفسي أو أنشرهم بمجلات معروفة؟ فكما قلت، علينا أن نتفق بأنه من البداية بأنه أهمية النشر وأهمية مشاركة الأبحاث العلمية هي تحظى بأهمية كبيرة جدا، سواء للباحث وسواء للأكاديمي يعني ككل. وخاصة لما نتحدث عن المجلات العلمية اللي تكون مجلات محكمة، مجلات مدرجة بإحدى قواعد البيانات العالمية اللي تعطيها يعني فيها المقروئية وفيها حتى المرئية، نتحدث دائما على الكونتينيو إلى لا فيزيبيليتي. فالنشر يساهم دائما بشكل مباشر في اكتساب اسم الباحث سمعة مهنية وسمعة أكاديمية كبيرة في مجال تخصصه، وذلك يعني انطلاقا سواء من جامعته يعني محليا، ليكون ربما يعني حتى نراه ضيفا لمختلف الملتقيات الدولية في العالم، لأنه دائما الهدف هو وصول تلك القيمة المضافة التي كنت ربما سببا للوصول إليها. يعني تصل تلك القيمة المضافة لأكبر عدد ممكن من القراء وأكبر عدد ممكن من الباحثين في مجال بحثك، لا يكون هذا إلا عن طريق تلك المجلات التي عندها المقروئية وعندها المرئية الكبيرة. فنحن نتحدث عن القيمة المضافة، نتحدث عن الأصالة، لا بد وأن نتحدث على مثل هذه النقاط، يعني نتحدث باريكيرونس، يعني كما نقول بالتراجع، هكذا بالتراجع يمكننا الوصول وفهم جيدا ما هي الهدف من كل هذا. فكما قلت، كل هذا راح يمنحك حق الأولوية في الأصلية، أصلية البحث، خاصة إذا كان النشر، يعني كما قلت نتحدث في المصادر المرموقة، ونؤكد دائما على قيمة المصادر المرموقة، لأنه تعلمون الآن في مثل هذه المصادر نجدون دائما بأنها لا تنشر إلا الأبحاث الأصيلة، الأبحاث الأصلية، وأنه كل الأعمال وكل النتائج التي تردها تخضع حتما للتقييم دقيق من قبل ريفيور، يعني من قبل لجنة حكماء ولجنة متخصصين، يعني على حسب يعني قيمة المجلة وحسب تصنيفها، وفيه يعني العديد من المعايير والتصنيفات التي تتحكم حتى في نوعية المجلة، وتتحكم حتى في نوعية المقالات التي تنشر فيها. يعني هذا راح تعطيك فكرة، وأنت تبحث عن قيمة مضافة تعطيك فكرة عن نوعية المصادر التي يجب أن تأخذها كمرجع، تحدث عن الريفرنس. وأنت ذاهب نحو البحث عن الأصالة، يجب في البداية أن تقول لي من هي مراجعك، وما هي الكلمات المفتاحية التي بدأت بها الإشكالية البحثية اللي أنت بغرض دراستها. وإذا كنت يعني تجري أبحاث علمية وتجد نتائج واعدة أصيلة، ربما في العديد من الناس يعني يقول لك أنا أجري أبحاث كبيرة وعندي العديد من القيم المضافة، لكني لا أنشرها ربما، أو لسبب أو لآخر، ربما لا أنشرها كمقال، لا أنشرها ككتاب، لا أنشرها كبراءة اختراع. يعني لمن لا ينشر، صدقني يعني وقتك يعني ضاع هكذا يعني. فابحث دائما
عن الأفكار الجيدة وادعمها بدراسة الأسبقية، يعني أتحدث عن الريشيرش دون بريوريتي، ثم دونها وثم حرر نتائجك كما في الصورة اللي أمامكم، لتوضح ربما المسار ليأخذوا الفكرة حتى تنشر تلك الفكرة. فابحث دائما عن هذه الأفكار الجيدة وادعمها دائما حتى يمكنك نشرها وتكون لك يعني قيمة مضافة، أنت السبب فيها وأنت المبادر للوصول إليها. يعني ليس هذا فحسب، يعني نحن نتحدث حتى على نوعية القراءة. يعني وأنت تبحث عن القيمة المضافة يجب أن تتعلم القراءة النقدية. يعني هناك القراءة النقدية للمقالات اللي من خلالها تتمكن يعني ربما من طرح العديد من التساؤلات، ربما من خلالها تجد ربما رأس الخيط يعني لإحداث تلك القيمة المضافة. يعني دائما بالانتقاد وبالقراءة النقدية المبنية على علوم محددة يمكننا الوصول إلى القيمة المضافة. يعني الأمر يكون مع كل أنواع الملفات، يكون مع كل أنواع المقالات. حتى الآن وعلى سكوبوس يعني مثلا نجد أكثر أزيد يعني من 50 مليون ملف براءات اختراع، تحدث عن براءات اختراع فقط يعني دون حساب المقالات. وعلى براءة الاختراع فيها ما يسمى بفن قراءة المطالب كما تعلمون، لأن براءة الاختراع فيها عنوان خاص يسمى الريفونديكاسيون اللي هما المطالب. فنجد اليوم بأن الصينيين اليوم كل يوم يودعون المئات بل حتى الآلاف من طلبات براءات الاختراع فقط بالقراءة النقدية. يعني فلما تكتب مطالبك بالخطأ أو تجعل دائما هفوات في كتابة براءة الاختراع، راح تكون هي تلك الهفوة هي القيمة المضافة وهي الأصالة التي يبحث عنها الناس القراء والناقدون في المجال البحث العلمي حتى تكون لهم إضافات بالمقارنة مع الأبحاث التي قمت بحفظها أو الأبحاث التي قمت بنشرها. لذلك هناك العديد من الأشياء التي يجب أن نتقنها ويجب أن نسير فيها من أجل إحداث كل هذا. الآن ربما نرجع للبداية، نرجع ربما للأصل. فتحدثنا عن النشر، تحدثنا عن كيف يمكننا إيجاد تلك المصادر اللي تكون مصادر محكمة وتكون عندها مرجعية موثوقة. يعني من خلالها نستطيع أن نرجع الآن للأساس، لأهم مرحلة أو المرحلة الأساسية بالنسبة لإعداد الأبحاث وبالنسبة لإعداد الرسائل العامة أو مذكرات التخرج. هذه المرحلة هي كيفية اختيار موضوع البحث العلمي. موضوع البحث العلمي اللي من خلاله تبنى جميع إجراءات البحث. فعلينا أن نتفق دائما أنه البحث يبدأ دائما بإشكالية، ثم يذهب نحو الوصول إلى النتائج العلمية، نحو اكتشاف ونحو اقتراح حلول للمشكلة البحثية. هذه دائما هذا هو دائما البروسس. وتبقى دائما المعضلة الأولى هي إيجاد الإشكالية اللي هي ربما موضوع البحث الذي يتوافق واللي هو يكون مبني على العديد من المعايير الهامة. يعني لعل أهم هذه المعايير التي يجب أن يتوافق معها الموضوع البحثي أنا سميتها بالميول الشخصية. ولما نتحدث عن الميول الشخصية يعني هنا ربما نأكد دائما على أن الدافع لاختيار الموضوع دائما يجب أن يكون هو التخصص. يعني حتى يعني من خلال خلفياته، من خلال خلفية التخصص يعني حتى نضمن الوصول لنتائج مفيدة. فيجب دائما لما تكون عندك ميولك الشخصية حاول دائما انه مشاريعك البحث العلمي تكون عندها على الاقل بالباك جراوند، الاكاديميك باك جراوند اللي يكون عندك صح. يعني تجد اناس يطرقون ابحاث علميه في ميادين لم يدرسونها مثلا اكاديميا في الجامعه، تبقى يعني هناك العديد من الاناس يفضلون هكذا، لكن دائما تبقى من الاجدر ومن الاصح انه دائما يكون الموضوع العلمي البحثي تكون فيه ميولك الشخصيه تكون مبنيه على اساس
يعني حياتك الأكاديمية وتخصصك الذي كنت درسته يعني، وهذا يتعلق ربما بالأمر الثاني وهو الهدف. الهدف اللي لازم يكون واضح، لأنه لا قيمة فعلا يعني لأي بحث كان إذا لم يرتكز على أهداف، إذا لم يرتكز على إشكاليات يريد يعني ربما علاجها، أو يرتكز على ظواهر معينة. وكنا ربما في المرة السابقة، لا ليست المرة السابقة لكن المرة اللي قبلها، يعني ضربنا مثال بالبرامج الوطنية للبحث التي أطلقتها الجزائر، اللي اسموها لي بي ان ار، او ما يسمى لي بروغرام ناسيونال دو ريشيرش. يعني هذه المبادرة يعني أطلقتها وزارة التعليم العالي لتشجع البحث وفق أهداف محددة. يعني لماذا هذه الأهداف، أو في ماذا تندرج؟ تندرج في 3 نقاط، اللي هي عندنا تعزيز الأمن الصحي اللي هي لا سيكوريتي سانيتير، وكذلك الأمن الطاقوي لا سيكوريتي انرجيتيك، وكذلك لا سيكوريتي اليمونتير أو الأمن الغذائي. يعني هذه مجموعة من الأهداف التي بنت عليها وزارة التعليم على أساس أنه من الأحسن أنه تكون جميع الأبحاث في هذا الإطار، حتى يكون الهدف واضح والنتيجة يمكن من بعد بلورتها من أجل الوصول إلى حلول ناجعة التي تخدم ربما العالم بأجمع. يعني نحن نتحدث على أمن صحي وغذائي وطاقوي، فهذه ليست معضلة دولة واحدة ولكنها في العالم أجمع. والعمل يعني في هذا الأطر يعني لا يضمن فقط يعني أنه نعمل في هدف ويكون النقطة في آخر السطر الموضوع أمامنا ونحن نذهب نحوها، لكن حتى ونحن نتحدث وحتى على التمويل المالي، فاحتمال دائما الحصول على التمويل يزيد كثيرا. يعني لما يكون عندك هدف كما هو موضح، يعني خاصة هدف في إطار المؤسسة البحثية التي تعمل فيها، أو الإطار التي أو الاستراتيجية التي تسير نحوها الدولة من خلالها. يعني ذكرت النقطة ربما ذكرتها في الأخير، يعني نقطة النفقات المالية، يعني حتى للحصول على التمويل ويكون عندك هدف تشاركي بينك وبين الاستراتيجية التي تتبعها هذه المؤسسات، احتمال أنك تتحصل على التمويل احتمال يزيد كثيرا. ربما الترتيب ذكرتها في الأخير، لكن الترتيب لا يهم، لأنه كل النقاط أظن لأني ذكرتها كلها نقاط مهمة ولا يهم الترتيب في حد ذاته. النقطة الثالثة المذكورة في عنوان اليوم هي الحداثة، وهنا ربما نتحدث على الشيء الجديد، ونتحدث عن الشيء المنتظر أو القيمة المضافة والأصلية كما هي مذكورة يعني في عنوان ورشة اليوم. فيجب فعلا التأكد يعني من خلال هذه الأبحاث الأولية بأن الموضوع الذي نحن بصدد دراسته لديه آفاق، ومازال فيه ما يضاف يعني من معلومات، مازال يضاف فيه من اكتشافات يمكن الوصول لها يعني في القادم. ولكن لما أقول يمكن الوصول لها، هي لا يجب أن تكون مجرد أحلام أو مجرد تطلعات نحو وقت بعيد، ولكن يجب أن يكون الوصول لها يكون في وقت زمني مدروس جدا، وفي وقت زمني معلوم وفق منطق، وفق منطق البحث أكيد المعلوم. وهنا ربما أتحدث عن النقطة الموالية، وهذا يعني مهم جدا يعني في اقتراح وإنجاز أي فكرة. يعني النقطة الموالية هي الوقت الزمني للبحث، يجب أن يكون وقت معلوم. يعني فهذه النقطة بحد ذاتها نجدها متداولة كثيرا، ونحن نتحدث عن الأفكار، نتحدث عن المشاريع. فربما يحضرني مثال، نحن نتحدث على الناس الذين ربما لا أتحدث عن نشر المقالات، ولكن أتحدث عن إنشاء المؤسسات الناشئة مثلا ستارت أبس. دائما يقول لك بأن فكرة ستارت أبس يجب أن تكون سمارت، يعني سمارت هي أحرف SMART، هي اختصارات لكلمات مهمة يعني يمكنكم البحث عليها لأنه ما هيش موضوعنا في حد ذاتها، لكنها
مهمة جدا وأنت تبحث عن القيمة المضافة والأصلية، لأنه يجب أن نفهم ما معناها فكرة، ما معناها فكرة جديدة، وما معناها فكرة نتطلع من خلالها لقيمة مضافة. يعني سمارت مباشرة الحرف الأخير هو التي، يعني دون لو تون، يعني يمكننا إنجاز هذا المشروع في وقت معلوم وغير مفتوح. يعني هذه هي دائما الأساس لإطلاق أي فكرة، يعني يجب أن لا تكون مبنية هكذا على وقت غير معلوم، لأنه هكذا لا نضمن نجاح هذه المؤسسة ولا نضمن الوصول حتى لنتائج معينة. لذلك عامل الوقت وعامل الزمن عامل مهم جدا، ويجب وأنت تختار موضوعك يجب أن تكون حاصر هذه النقطة بالتأكيد. وهذا يعني ما يمنعش يعني أنه فيه العديد من المؤسسات البحثية أو العديد من المخابر البحث العالمية أطلقت مشاريع ما يسمى بالمشاريع المفتوحة. هي مشاريع ممكن أن نصل فيها إلى نتائج، لكن نتائج مربوطة بالوقت، يعني في العديد من الميادين. يعني الآن نجدها ربما لو أبحث عن بعض الأمثلة، ممكن مثلا في مثال الفيزياء في ميداننا، في الفيزياء يعني فيه مشاريع مفتوحة الآن في ميدان أو في تخصص الميتا ماتيريالز. الميتا ماتيريالز هذا التخصص يعني في حد ذاته أطلقته كبرى المخابر في العالم. هذا المشروع في حد ذاته، مشروع الميتا ماتيريالز، يهدف لفك شفرة ويهدف لاختراع ما يسمى بسترة التخفي. يعني سترة التخفي هذا قد يكون البعض يقولنا بأنه لا نراه إلا في أفلام الخيال العلمي في الساينس فيكسيون، لكن فعلا يعني اليوم في 2022 وفي السنوات هذه الأخيرة فيه نتائج واعدة، ويعني مخبريا يعني تم إثباتها بأنه يمكننا إخفاء مثلا بعض أجزاء من الجسم عن طريق بروسيس معين، يعني بانطلاق يعني هما عبارة عن خدع بصرية لكن فيزيائية يمكن الوصول إليه. ما زالت كأنها أحلام، لكنها مشاريع بحثية كبيرة وفي استثمارات كبيرة، يعني حتى الهيئات الدفاعية يعني تمول مثل هكذا أبحاث، لأنها تخيلوا أنها تكون في يوم من الأيام موجودة. هذا المشروع في حد ذاته مشروع مفتوح، يعني لا نعلم متى سنصل إلى الإجابة، لكن من خلال هذا البابليكيشن، من خلال هذه النتائج المخبرية التي يصل إليها الباحثون، فيه نتائج واعدة وفيه أمل بأن المستقبل قريب، ما هوش مستقبل بعيد، وهذا المشروع يمكننا أن لا نربطه بالبحث. لكن بالنسبة لنا، خاصة بالنسبة لطلبة الدكتوراه الذين يريدون التخرج، يريدون الوصول للنتيجة بطريقة قريبة ومتوسطة، حتى للأساتذة الذين يقترحون مثل هذه المشاريع، يجب أن يأخذوا بعين الاعتبار الوقت الزمني للبحث، لأنه نقطة مهمة ومهمة جدا. وأيضا نقطة أخرى، كما كنا نتحدث عن الحداثة، فمن خلال يعني إثبات بأنه فيه إمكانية كبيرة أنه يكون فيه قيمة مضافة وأنه هذا الموضوع موضوع جديد، يجب أيضا التأكد من توافر المصادر وتوافر المؤلفات حتى يكون لنا ربما يعني عدد كافي من المراجع وعدد كافي من المؤلفين اللي ممكن أكون معهم فرق بحثية، وممكن يعني أتواصل معهم لعديد الأغراض البحثية. جميل. أتمنى يعني يكون مفهوم إلى حد الآن الهدف يعني من اختيار موضوع البحث العلمي. نحاول دائما أنه نبسط الطريقة، لأنه فعلا أشياء مهمة للغاية وهي الأساس دائما، وأحاول دائما الاطلاع على الديسكسيون على الشات حتى نرى يعني هل فيه ربما أسئلة نتركها لمن بعد. جميل جدا. وإذا عندكم أسئلة دائما في خانة الـ Q&R يمكنكم طرح جميع أسئلتكم. الآن السيفر تضع دائما بعين الاعتبار هذه النقاط اللي كنت سبق وذكرتها، هذه النقاط التي تساهم
وتساعد الباحث لإيجاد القيمة المضافة. يعني هناك العديد من الأساسيات، ليس هذا فقط يعني ما ذكرت، ولكن الكثير من التفاصيل كلها أخذتها السيفر من خلال هذه المنتجات وهذه الخدمات، حتى توفر فعلا حلول آنية وحلول واضحة للباحثين في هذه المجالات العلمية. فالكثير من التفاصيل اليوم تجدونها على سيونس ديريكت، والكثير من التفاصيل تجدونها على سكوبوس. فدعوني أوضح لكم ربما خاصة للجدد معنا كيفية الولوج لهذه المنصة وكذلك لقاعدة البيانات سكوبوس. فسأركز مباشرة على الدخول من الجزائر. فكطالب جزائري مقبل على التخرج، سواء مقبل على التخرج ماستر 2 أو كطالب دكتوراه أو أستاذ باحث، فأولا حصولك على حساب الأسنديال هو أمر حتمي. يعني هناك حساب تمنحه الجزائر يسمى حساب أسنديال، هو لو سيستيم ناسيونال دوكيومونتاسيون ليني، نجده يعني في بعض الدول، ربما في المغرب العربي لديهم طريقة أخرى للدخول لسيونس ديريكت وأسنديال، لكن نتفق ربما قليلا مع الإخوة في مصر عن طريق بنك المعرفة. لكن لدينا الآن في هذا النظام نظام توثيق البيانات عن بعد الأسنديال، من خلاله يمكنك مباشرة الدخول بصفة مجانية نحو العديد من قواعد البيانات والعديد من المنصات. فكما قلت، حصولك على هذا الحساب أمر حتمي ومهم للغاية، فيجب على كل من لم يطلب حساب خاص من الأسنديال يجب عليه أن يطلبه في أقرب فرصة ممكنة، خاصة يعني في هذه الفترة يعني ونحن على مشارف نهاية السنة الجامعية. فالآن يعني ما فيش ضغط على طلبات حسابات، لأنه طلبة الماستر 2 مثلا والطلبة الأخرين هم طلبة في الامتحانات، يعني حتى المكاتب الجامعية يمكنك التواصل معهم في هذه الفترة بغرض طلب حساب الأسانديا، لأنه ببساطة راح يسهل كثيرا 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 عملية البحث البيبليوغرافي، خاصة لما تتقن من بعد يعني المعادلات البحثية والكثير من الفونكسيوناليتي اللي على السيونس ديريكت وسكوبوس. باستغلال يعني أسانديا يمكنك أن تستفيد منها. فكما قلت، أسانديال يجمع الكثير من المنصات، يجمع الكثير من قواعد البيانات اللي من خلالها تصلون للمعلومة العلمية في جميع الميادين وفي جميع التخصصات تقريبا. وحتى نفصل أكثر، يعني فالكثير يعني يسأل لماذا أسانديال بحد ذاتها. فدائما وزارة التعليم عن طريق المديرية العامة للبحث العلمي قامت بإطلاق وقامت بتمويل هذا ودفع هذه الاشتراكات، بحيث تكون يعني المعلومة العلمية متوفرة لجميع المنتسبين للقطاع الجامعي والقطاع البحثي في الجزائر بالمجان. لذلك وجب فعلا يعني التعرف، وجب فعلا استغلال هذا الكنز المعرفي اللي يضم الملايين ربما الملايير من الدراسات السابقة، نتحدث على المجمل، لأنه فعلا يعني شيء محير لما نجد منتسبا لجامعة أو مركز بحث تجده يتوجه نحو مواقع قرصنة ومواقع غير آمنة بتاتا، بحثا ذلك عن دراسات سابقة وما لذلك، ربما من خطر كبير يعني على معلوماته الخاصة، خطر كبير على جهازه. يعني تعلمون بأنه لما تدخل المواقع القرصنة فهناك اطلاع كبير وهناك انفتاح على جهازك، من خلاله يمكنه يعني حتى الدخول لمعلوماتك الشخصية عن طريق هذه المواقع الغير الآمنة. لذلك نحن ننصح دائما الإخوة الطلبة والإخوة الأساتذة بأنهم يدخلون دائما لهذه المواقع آمنة، مواقع موثوقة عن طريق هذا يعني ليزاكسي من خلال التي توفرهم الحكومة، من خلالها يمكنكم أن تبقوا دائما في حماية. نعم، بالنسبة اللي تعذر عليهم أنهم يتصلوا بالمكتبة، مكتبة الكلية والمكتبة المركزية، يمكنكم مباشرة
مراسلة مركز البحث يعني لو كونسورسيوم الجيريان لو سيغيست، فيمكنكم مراسلته مباشرة مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، وذلك عبر الإيميل الخاص بهم، هو يعني مكتوب أمامكم، اللي هو csndl@cirist.dz. فترسل لهم فقط نسخة من بطاقة الطالب أو شهادة التسجيل أو شهادة عمل إن كنت أستاذ، وراح يعطوك حساب خاص فيه اسم مستخدم وفيه رقم سري، راح تستخدمهم للاتصال مباشرة. يعني شيء جميل أنه حتى لما تنهي دراستك يعني حساب أسانديال في الغالب راح يبقى معك، يعني يمكنك دائما الاطلاع وإجراء البحث حتى بعد التخرج، وهذه يعني منحة من عند المستخدمي أسانديال ومن عند أدمن أسانديال، حتى يخليك دائما على اطلاع بالمستجدات عن طريق هذا النافذة البحثية، نافذة الأسانديال. فكما قلت، وأنت داخل على أسانديال مباشرة على اليمين تجد هذه الواجهة الرئيسية لهذا النظام، من خلاله مباشرة تضغط على سيونسي تكنيك، راح يفتح معك العديد من المنصات. ففي البداية يعني لما تدخل الموقع اسانديال تكتب فقط www.asanديال.cirist.gz، يفتح معك مباشرة، تضغط على سيونسي تكنيك مباشرة راح يعطيك العديد من المنصات، العديد من قواعد البيانات، وتجد مباشرة سيونس ديريكت في الأعلى، ولما تنزل الأسفل ستجد مباشرة سكوبيوس. بالنسبة للإخوة في المغرب العربي، يمكنكم الكونسورسيوم بالنسبة للمغرب سي ليميست، وبالنسبة لتونس هو الكنودس، يمكنكم الاتصال به إذا تعذر عليكم الدخول، خاصة لسكوبيوس وسيونس ديريكت، يمكنكم الاتصال والتواصل معهم للنظر في كيفية الولوج، لكن في الغالب يعني يمكنكم الولوج لها عن طريق الإيميل المهني أو الإيميل الانستيتيسيونيل الخاص بكم الذي تتحصلون عليه من مؤسستكم الجامعية ومؤسستكم البحثية. فبعجالة، ونحن كنا سبق وتحدثنا على سيونس ديريكت، فبخلاف قاعدة البيانات سكوبيوس التي كما قلنا المرات السابقة اللي تضم عشرات الملايين من الملفات، لكنها تبقى دائما قاعدة بيانات ملخصات وتحليلات، استادير بور تروفي لي ريزومي لي سيتاسيون، يعني الملخصات، وكما قلت ماذا قلت التحليلات، نعم التحليلات للمعطيات، هذه المعطيات المخزنة والتي نجدها محدثة دائما يعني بصفة ديناميكية. ومصادر سكوبيوس يعني متعددة جدا، لأنها يعني تعتمد على العديد من دور النشر، تعتمد على العديد من المنصات، وتجمعهم جميعا عندها. في حين لما نتحدث الآن على سيونس ديريكت، فكمنصة يعني فيه اختلاف بين سيونس ديريكت وبين سكوبيوس، إذا أنه أولا سيونس ديريكت توفر لك ملفات بنصوص كاملة، يعني يعني إذا قمت بتحميل مقال من سيونس ديريكت راح تجده كاملا، يعني من الملخص، المقدمة، التعريفات، يعني كل يعني تلك المجال يعني النظري تجد فيها النتائج، المناقشة، حتى يعني الخاتمة وقائمة المراجع، يعني تجد الملف بالكامل، لو تكست انتجرال. يعني اختلاف ثاني ربما في سيونس ديريكت هو أنها يعني في حد ذاتها تجمع الملفات من أزيد من 4000 جريدة، وهذه الجرائد التي تجدها على سيونس ديريكت كلها جرائد تابعة لمجموعة دور النشر السيفر، فيمكنكم الاطلاع على عديد المقالات وعديد الكتب بأنواعها، لكن المنشورة فقط في المجلات التابعة للسيفر من خلال سيونس ديريكت في عدد هائل مهول من المقالات التي عندها قيمة وعندها موثوقية كبيرة جدا، يمكنكم الاطلاع عليها. علينا أن نتفق بأن كل الوثائق وكل الدراسات السابقة المتواجدة على سيونس ديريكت هي peer reviewed، يعني تمت مراجعتها وتم تصحيحها ونشرت فعلا، يعني بعد انتقاء بعد التعب كبير من بين أعمال كثيرة مواسية، وهذا يعني يؤكد دائما على القيمة العلمية، ويؤكد دائما
على هذه المنشورات الموثوقة اللي من خلالها يمكننا إيجاد بحث علمي أصلي وإيجاد بحث علمي بقيمة مضافة، لأنه دون دراسة أسبقية فعلا لا يمكننا الوصول إلى ما يسمى بالقيمة المضافة، ولا يمكننا حتى نشر أبحاث بقيمة كبيرة إذا لم تكن لديك يعني مراجع رصينة. نعم، الآن لما نتحدث دائما في سيونس ديريكت فأكيد يجب التحدث عن الميادين، لأنه يعني اليوم يحضرنا العديد من الطلبة، العديد من الأساتذة في العديد من الميادين، ربما يطرح السؤال: هل أجد يعني ملفات تابعة لتخصصي، تخصصي الدقيق أو ميداني العام، أجدها في سيونس ديريكت؟ فهذه نقطة مهمة، وفيه يعني بعض التفاصيل في هذا المجال، لأنه نتحدث ربما عن العديد من التغطيات. يعني على سيونس ديريكت هناك التغطية الزمنية، وهناك التغطية اللغوية، وهناك التغطية الموضوعاتية صدر بارتيماتيك. فمثلا نحن نتحدث على التغطية الزمنية، فكما قلت فسيونس ديريكت هي تابعة أولا لدار النشر السيفر، هذه نقطة مهمة، وهي تغطي منشورات يعني تابعة للدار من حوالي عام 1800، يعني اكزاكتومون سي 1823، يعني ابتداء من سنة 1823 حتى الآن. يعني هنا تعطيك بأنه التغطية الزمنية كبيرة وكبيرة جدا، يمكننا حتى إيجاد المقالات الأولى لعلمائنا الأوائل على سيونس ديريكت، يعني الفلسفات الأولى وبداية الفلسفات الأولى للعديد من التكنولوجيات الحديثة التي يشهدها اليوم، فخاصة للناس الذين يبحثون عن الارتيكل ريفيو لنشرها، وكذلك للبحث عن الأساسات، يمكنكم على سيونس ديريكت إيجاد مثل هذه المقالات القديمة والقديمة جدا التي فيها الأبحاث الكلاسيكية الأولى والفيزياء النظرية. بالنسبة كنت ذكرت اللغوية، كذلك نعم اللغوية، كنا ذكرنا يعني الزمنية، الآن اللغوية. دائما نذكر بأن لغة التعامل الغالبة مع المنصة والمصادر الموجودة فيها هي دائما اللغة الإنجليزية بصفة كبيرة يعني. أما بارتيماتيك أو التغطية الموضوعاتية ففي الحقيقة تستند للعديد من التقسيمات والعديد من المواضيع يعني حسب الميدان. فنجد لي غران دومين، الميادين الكبيرة، نجد لي بتي دومين، الميادين الصغيرة، ونجد لي سبيسياليتي دو بوينت، يعني التخصصات الدقيقة. فنبدأ دائما بربما بالعلوم الطبيعية، نجد في الهندسة، في الكيمياء، في علوم المواد، الطاقة، الرياضيات، علوم الحياة، ونذهب حتى نحو العلوم الاجتماعية، نحو العلوم الإنسانية، اللي يعني خاصة هذين الميدانين الآخرين تحتوي يعني سيونس ديريكت كم كبير من الدراسات السابقة في هذا الميدان. يمكنكم يعني رؤية هذا من خلال هذا السلايد المكتوب أمامكم. الآن بالنسبة لسكوبس، يعني وهي قاعدة بيانات كما سبق وذكرت في البداية بأنها تضم الملخصات وتلم الاستشهادات، يعني سكوبيوس يعني تم إطلاقها يعني في سنة 2004، ودائما للإجابة على سؤال كيف أجد قيمة مضافة وكيف أجد المراجع اللازمة والموثوقة حتى يمكنني القيام وإيجاد بحث فعلا بحث أصلي. فالآن ابتداء من سنة 2004 تعتبر اليوم سكوبيوس أضخم قاعدة بيانات في العالم، لأنها تضم مقالات، تضم كتب، تضم براءات اختراع، تضم جرائد، تضم دور نشر، يعني نتحدث على معطيات علمية محكمة وبجودة عالية جدا. والجميل دائما بأنها توفر للباحثين أدوات بحث وأدوات تحليل دقيقة وأدوات ديناميكية، يعني كل مرة تتحدث أكثر، اللي من خلالها يمكنك مثلا إيجاد موضوع بحث أو التأكد من أنه يعني موضوع نشط في المخابر وموضوع نشط في الجامعات عبر العالم. ومن خلال كل هذا يعني تجد هذه الجامعات وتجد أسماءها وكيفية الاتصال بها. فسكوبيوس لتحليل البيانات هي بارعة جدا، يعني يمكنك الاعتماد عليها للذهاب
بعيدا يعني من خلال هذه الفونكشناليتي، يعني من خلال هذه ميزة التحليل اللي من خلالها يمكنك فعلا التأكد من الأصالة والتأكد من أنه في قيمة مضافة محتملة يمكنني أن أقترحها يعني في مجالي البحثي. امتياز آخر في سكوبوس اللي ربما هنا في الجزائر ربما لم نستغله، هي ميزة البحث عن الممولين وميزة البحث عن الهيئات، اللي دائما نحن نقدم ورشات تكوينية كومون تخوفي ان فينونسور وكومون تخوفي ان بايور دو فون، من خلال البحث عن الممولين والهيئات التي تفتح مشاريع ممولة. نعم، فيمكننا إيجادهم بسهولة يعني عن طريق قاعدة البيانات. فدائما أتحدث في موضوع بحثك. فكما هو موضح في أمامكم يعني في العرض، يعني كان أجدر في يعني أني نعمل باللغة العربية، لكن ضيق الوقت يعني ما قدرناش، لكن أظن بأنه يعني نحاول معكم يعني تبسيط الأمور جدا كما عودناكم، واللي عنده أي سؤال يعني يضعه فقط في خانة الأسئلة وسنحاول الإجابة على جميع أسئلتكم اللي عندها علاقة بموضوع اليوم. فسكوبيوس تفهرس اليوم أزيد من 25,000 مصدر من أكثر من 7,000 دار نشر، فيها أزيد من 24,000 جريدة محكمة، يعني نتحدث على أرقام كبيرة. نجد ربما نوعا آخر مهم جدا يعني غير مستهدف كثيرا من الطلبة والباحثين، خاصة كاستعمالهم كمراجع سواء في المقالات أو في المذكرات. هنا أتحدث عن ملفات براءات الاختراع السابق، وذكرت أنه فيها أزيد من 50 مليون ملف براءة اختراع مودع، وتجده على قاعدة البيانات سكوبيوس. فكل مرة لما تجد العدد من الأبحاث يمكنك الاطلاع مباشرة على الباتنت أو على لي بروفيدونسيون براءات الاختراع اللي عندها علاقة مباشرة بالإشكالية البحثية، يمكنك ربما الاستعانة بها أيضا من أجل البحث عن الأصالة وعن القيمة المضافة. نعم. أيضا كما تحدثنا عن الميادين اللي في سيونس ديريكت، فلا بأس والحديث عن الميادين اللي على سكوبيوس، اللي دائما نتحدث على سكوبيوس يعني شموليتها أكبر وأوسع بكثير، لأنه سبق وذكرت بأنها أكبر قاعدة بيانات في العالم. فبالنسبة دائما للميادين التي تغطيها سكوبيوس، فالعناوين مقسمة في البداية إلى 4 محاور رئيسية كبرى. أولها نجد علوم الحياة، نجد العلوم الفيزيائية، العلوم الاجتماعية، العلوم الصحية، وكذلك العلوم الإنسانية. أكيد اللي إحنا ذكرنا العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية مع بعض في نفس النطاق، وهذه الميادين تنقسم إلى مجالات أخرى، يعني مجالات يعني ميادين صغيرة تنقسم وتتبع هذه ال4 ميادين الكبرى. فكما تجد يعني بالنسب المئوية لتواجد مثل هذه الملفات وتواجد مثل هذه المصادر على سكوبيوس. وبهذا يعني تكون سكوبيوس قد غطت أغلب الميادين البحثية الكبرى التي باحثون في العالم بأسرع. هذه يعني أمامكم هي الواجهة الرئيسية لسكوبيوس. فكما قلت يعني يمكن الإخوة في المغرب العربي يمكنهم باستخدام الميل انستيتيوشنال أو الميل المهني الأكاديمي يمكنهم الدخول إليها مباشرة. هنا في الجزائر حتى تفتح معك يعني هذه الواجهة الرئيسية يجب أن يكون عندك أسنديال، هذا لا نقاش فيه، لا يمكنك أبداً أن تجد سكوبيوس هذه الواجهة الرئيسية على الجوجل مباشرة. فقط لما تكتب سكوبيوس على الجوجل راح تفتح لك سكوبيوس بريفيو، معناها أن أبرسيو أو مجرد نظرة عامة حول سكوبيوس تجدها على الجوجل. هذا السؤال يعني يردنا كثيرا من طلبة الدكتوراه بأنه كتب على جوجل سكوبيوس لكن فتح له وفتح بواجهة أخرى. فهنا يعني أغتنم الفرصة وأجيب للمرة الثانية بأنه
سكوبوس الذي تجده مباشرة على جوجل هو مجرد يعني لمحة كبيرة، يعني فيه بعض الفونكسيوناليتي يعني الذي يمكنك استغلالها، مثلا أن تقوم بتحميل المصادر، مصادر سكوبوس يمكنك عن طريق الجوجل أو سكوبوس بريفيو تحميلها، الاطلاع على أسماء المؤلفين، بعض الميتريكس يعني بعض السيونتوميتريكس أو بعض المؤشرات العلمية يمكنك الاتصال عليها أو التواصل معها وإيجادها عن طريق سكوبوس بريفيو. لكن ونحن نتحدث عن إيجاد المقالات والقيام بالتحاليل ويعني القيام بالأمور الهامة التي تتميز بها سكوبوس والتي تحتاجها فعلا فعلا أكثر، يجب أنك تدخل عن طريق الأسانديال، هذا لا نقاش فيه. فكما قلت يعني من خلال هذه الواجهة الرئيسية التي تجد من خلالها تطلع، هي نافذة على أزيد من 80 مليون وثيقة علمية، فيمكنك البحث مباشرة عن طريق النقر سواء بإدخال اسم أو عنوان الوثيقة، عنوان المقال، وذلك سواء بالإدراج مباشرة العنوان أو الكلمات المفتاحية الكاملة. هنا دائما نؤكد على اختيار الكلمات المفتاحية، إذا كانت كلمتك المفتاحية في الأول خاطئة فلا تنتظر أنك تبحث عن الأصلية ولا تنتظر أنك تبحث عن القيمة المضافة. لذلك حاول أن تأخذ وقتك كثيرا حتى تجد الكلمات المفتاحية التي توافق فعلا الإشكاليات البحثية التي أنت بصدد دراستها. أعطيها وقت كبير، الكلمات المفتاحية التي يجب أن تجدها، الكلمات المفتاحية التي يجب أن لا تجدها كذلك، لأنه ربما فيكم من حضر معنا المعادلات البحثية في الأيام السابقة وتحدثنا حتى الكلمات المفتاحية التي يجب أن تكتبها لتفاديها. هذه من بين النقاط المهمة، ربما يعني في الورشات القادمة لمن لم يحضرها سنعيد التطرق لهذه النقاط المهمة. أيضا يمكنك عن طريق اسم المؤلف إجراء البحث لإيجاد المؤلفين، والبحث عن طريق اسم الجامعة أو اسم المخبر ومكان الانتساب حتى نجد ربما المؤسسات البحثية، المؤسسات الجامعية، حسب يعني الهدف من بحثك ومن هدف قيامك من البحث. هنا يمكنك الكتابة، يعني تكتب هنا العنوان أو اسم المؤلف، يعني الواجهة يعني أوبتيميزي يعني محسنة ومبسطة بطريقة حتى تسهل على الجميع بجميع الأصناف وجميع المستويات أنهم يجروا أبحاثهم بطريقة سهلة عليها. شيء آخر دائما نتحدث عليه وهو حساب على سكوبوس، فيجب دائما على كل من يدخل لأحد المنتجات، فيدخل على سونس ديريكت أو سكوبوس، من الأحسن أنه يفتح حساب عليها. هنا لا أتحدث عن الحساب أسانديال، بل أتحدث عن حساب آخر. هذا الحساب الآخر يمكنك مباشرة الاستفادة من خلاله من جميع الوظائف التي توفرها قاعدة البيانات، ربما أذكر منها مثلا برمجة المنبه، يمكنك تتبع مثلا مؤلف ما في استشهاداته، في عدد منشوراته، يمكنك تتبع يعني بإطلاق منبه خاص به، وكل مرة كل ما ينشر هذا المؤلف مثلا مقال يصلك مباشرة تقرير كامل على إيميلك. وكذلك يمكنك عن طريق الكلمات المفتاحية، حتى لو مثلا تم نشر يوما ما مقال قريب جدا من موضوعك البحثي، يعني لا داعي للبحث كل مرة، وحده سكوبوس يرسل لك إيميل يقول لك تم نشر هذا الأسبوع مقال مقارب فعلا لإشكالية البحثية، فيمكنك الاستفادة منه. يعني هذه من بين الأمور التي تجعلك دائما على علاقة مباشرة بكل المستجدات التي تكون في تخصصك البحثي. يعني وحتى يعني انك تدير هذا الحساب يعني امر سهل جدا، فقط هي استمارة الاسم واللقب وايميل، وتقترح كلمة سرية، وهذا الحساب حساب واحد يكفيك للدخول لجميع الخدمات وجميع المنتوجات، يعني يكفيك حساب واحد حتى تدخل به للحسابات جميعا. اتمنى انها تكون سهلة الى حد الان. مباشرة لو تجري أي بحث، أنا فقط كتبت كلمة مفتاحية هكذا وضغطت على سيرش، فيمكنني أيضا
اصدرت على ادفانسد سيرش، هي بحث المتقدم اللي من خلالها يعطيني مجموعة أخرى من الفلاتر، لكن حاولت الاستراع ربما هذه المرة، وكل مرة نحاول نفصل أكثر من خلال هذه النقاط المهمة. فراح تفتح معنا مباشرة صفحة أخرى اسمها صفحة النتائج، كما ترون يعني بالنسبة للكلمة المفتاحية التي استعملناها أعطاني أزيد من 300,000 نتيجة. فمن خلال هذه الصفحة يمكنني الحقيقة يعني القيام بعدة أمور، يعني كل هذه الأمور التي المذكورة أمامكم كلها معلومات تهمك أولا بأول. فيمكنك مثلا الاطلاع المباشر على الملفات، ودائما الملفت للانتباه هو أنك يعني لتقرأ المحتوى بالكامل، ليس عليك دائما أنك تقوم بالتحميل، يعني تحميل الملف ثم قراءته ثم الرجوع مرة أخرى. يعني يمكنك على سكوبيس مباشرة الاطلاع على التفاصيل الهامة على الملف دون تحميله، فإذا وجدته عنده علاقة بإشكالية البحث تذهب إلى نقطة التحميل، وإلا تمر للملف اللي يكون ملف بعده. كذلك يمكنك مباشرة كما قلت هذا يعني العنوان بالكامل، المؤلفين، أسماء المؤلفين، يمكنك حتى يعني الضغط على أي اسم شئت فيهم حتى تطلع على حسابه الخاص، ترى مؤشر الهرش الخاص به، عدد المنشورات التي نشرها، للناس اللي عمل معهم السيتيشن أو عدد الاستشهادات التي وصلته، يعني كل المعلومات الخاصة بذلك المؤلف، ربما للتواصل معه، ربما العديد من المعلومات. هذه سنة النشر، اسم المجلة التي تم نشر المقال بها، كذلك عدد الاستشهادات، وهذه يعني معلومة جيدة، نتحدث عن عدد الاستشهادات، فهنا نتحدث مباشرة عن الجودة، ونتحدث عن النوعية كما هو مبين أمامكم. يعني بالنسبة للمقال الأول هذا، فعدد الاستشهادات التي تحصل عليها، ونشر سنة 1991، وتحصل على 11,246 استشهاد، يعني رقم مشرف جدا. يمكنك يعني في أعلاها مباشرة حتى إعادة الفلترة بالنسبة لعدد الاستشهادات، يعني كلها نقاط مهمة جدا يمكنك الاطلاع عليها. فيمكنك أيضا بالضغط على View Abstract الاطلاع على الملخص بالكامل دون كما قلت تحميله، في خلاله تجد يعني بالألوان الكلمات المفتاحية وذكرها، حتى ترى الترابط والتناسق والتقارب مع الإشكالية البحثية التي بصدد البحث عليها. فهذا يعني جميل جدا. من خلال الآن التحليل، وهي نقطة مهمة جدا ممكن نستفاد منها لورشة اليوم عن البحث عن الأصالة والبحث عن القيمة المضافة، وهي الضغط عن الـ Analyze Search Results أو بيان أناليزي ريزولتات دو لا ريشيرش، ولا تحليل نتائج البحث. هذه دائما تجدها في كل بحث تجريه على سكوبوس، يعطيك كما قلت يعني مجموعة الأبحاث وأسماء المؤلفين والمجلات وسنة النشر والاستشهادات، وإلى جانب ذلك دائما تجد Analyze Search Results. هذه يعني نقطة مهمة جدا يمكنك فقط الضغط عليها، راح تعطيك العديد من المنحنيات، العديد من الأعمدة، حيث يعني لكل منحنى فيه تحليل لمعلومة يهمك يعني فعلا معرفتها. اللي نركز عليه اليوم هو التحليل الأول، تجده في الأعلى هذا. نعم، فهنا راح يعطيك عدد المنشورات في الموضوع الذي أنت في صدد البحث عليه، فراح يعطيك كما قلت عدد المنشورات بدلالة الزمن. فما الفايدة منه؟ الفايدة منه أنك لو تشوف راح تعطيه، ولا راح يعطيك مباشرة تغير نسبة نشر الباحثين في هذا الموضوع، وهذه يعني معلومة مباشرة تخبرك يعني هل فيه يعني ربما أهمية كافية تجعلك تسير في هذا البحث. لو تشوف مثلا المثال هذا الذي وضعت فيه كلمة مفتاحية معينة، وجدت بأنه ابتداء من سنة 1970
عدد المؤلفات في هذه الكلمة المفتاحية وفي هذا الميدان هو في تزايد كبير وفي تزايد ملحوظ. لما نقول في تزايد يعني سواء عدد المنشورات يزيد، عدد المؤلفين يزيد، وكذلك عدد اهتمام أو كمية اهتمام المشلات بهذا الموضوع يزيد، وهذا راح يفتح الشهية أكثر. فنقول بأنه فيه احتمال كبير أنه تكون فيه قيمة مضافة، وأنه هذا الموضوع فعلا موضوع أصلي ومواكب فعلا للمستجدات، ولم يلقى أبدا أي انحدار، ولم يلقى أي أبدا أي عدم انتباه أو عدم اهتمام من المؤلفين. لذلك مثل هكذا تحليل راح يعطيك مباشرة بهذه الأرقام، وأؤكد لكم بأن أرقام صحيحة جدا، لأنه هذه الخوارزميات تستعمل الكلمات المفتاحية حتى تستخرج من مختلف المجلات التابعة لسكوبوس جميع المعلومات انطلاقا من الكلمات المفتاحية، ثم تضمهم في مثل هكذا منحنيات حتى تعطيك دائما معلومات آنية لمدى أصلية الأبحاث، والأبحاث لما تكون جديدة، الأبحاث التي تكون دائما في طور الإنجاز، الأبحاث التي تطلب دائما البحث والبحث والبحث زيادة حتى نجد العديد من الأمور الهامة. لذلك هذا المنحنى بالذات، المنحنى الأول، راح يعطينا إجابة مباشرة على هل فيه إمكانية لنسمي بحثنا ببحث أصلي، أو فيه إمكانية حتى تكون لنا قيمة مضافة انطلاقا من الإشكالية البحثية المطروحة أمامنا. لذلك فكما رأيتم يعني أنا كتبت فقط كلمة مفتاحية واحدة فأعطاني العديد. هو هذا بالنسبة للكلمة المفتاحية التي وضعتها، كل منكم يمكنه وضع كلمة مفتاحية حتى يرى المقال. وأنا أؤكدكم بأنه ربما فيكم من يجد بأنه الكورب يعني المنحنى يكون متنازل، وهذه لما يكون متنازل فهذه النقطة نقطة استفهام يجب أن تجد لها إجابة. ربما هذا المجال يعني ابتعد عنه الباحثون لسبب أو لآخر، ربما لضعف عدد المراجع، ربما عدد المصادر، ربما ما فيش يعني الدراسات الميدانية زايلة فيه. يعني لما تكون في متنازل فهذا يمنحك ويفتح لك المجال للبحث أكثر في الأسباب والدوافع التي تبرر عزوف الباحثين وابتعادهم عن مثل هكذا أبحاث. أما بالنسبة للكلمة المفتاحية التي وضعتها فأمر يدفع للتفاؤل، يدفع للإيجابية بأنه مثل هكذا أبحاث يقدر يكون فيه قيمة مضافة فقط من خلال كل هذا. أيضا كلمة أخرى يعني من خلال هذه المنحنيات الأخرى لنأكد لكم بأنه المنحنى الأول هو أساس المنحنيات الأخرى. فلما تجد بأن الأبحاث في تزايد والسيتيشن في تزايد، فمعناه أنه عدد سواء عدد الجرائد فيه اهتمام كبير. تجدون يعني من خلال هذه المنحنيات، هي منحنيات الجرائد التي تنشر في المقال في الكلمات المفتاحية التي نشرتها، فتجد في عدد كبير تجدونه من المجلات، وحتى الاهتمام تجد دائما معظم المنحنيات تجدها متصاعدة. يعني حتى وأنت تجد نتيجة وتريد نشرها لا تجد مشكل في نشرها، ولا تجد مشكل في إيجاد مجلات تدعم مثل هكذا إشكاليات بحثية. كذلك بالنسبة للدوكيمنت باروتر وإلى البحث عن طريق أسماء الباحثين، فيمكنك مباشرة إيجاد بأن عدد الباحثين هو في تزايد كبير. ولما نقول في تزايد كبير يعني تجد باحثين شباب، تجد مخابر بحثية شابة يمكنك ربما التواصل معها، سواء لتكوين فرق بحث، سواء لطلب ربما تربصات قصيرة المدى أو طويلة المدى، من خلال هذه الإشكالية البحثية يمكنك الاتصال عليها. فهي معلومات مهمة ومهمة جدا يمكنك الاطلاع عليها. كذلك باي افيليشن، يعني حتى تعرف ممكن المؤسسات البحثية، المؤسسات الجامعية التي تدعم مثل هكذا إشكاليات حتى ربما تتواصل معها، وحتى يعني تكون عندك ثقافة عامة وتكون ملم فعلا بكل المعلومات لتكون دور بإشكاليتك البحثية. كل هذا صدقني صح يعطيك معلومة هامة ويخليك متمكن أكثر
ليس فقط من الإشكالية كمعلومة تقنية، يعني لا أتحدث تقنية فقط، ولكن يجب أن يكون عندك معلومة كبيرة مع بلونفيرونمون، يعني من هم الباحثون الذين يعملون على إشكالية البحثية في العالم، الجامعات المعروفة التي تعمل على الإشكالية البحثية، الجرائد التي تقبل للنشر نشر الأبحاث ونشر نتائج الأبحاث في إشكالية البحثية، كلها معلومات راح تساعدك لإيجاد موضوع بحثي أصلي وبقيمة مضافة. هذا مباشرة، ربما إلى عندكم مجموعة أسئلة أحاول قبل النهاية أنه نجاوب عليها. نتمنى أنه تكون واضحة الأمور إلى حد الآن. نعم والله، حاولنا التطبيق، يعني دوك نحاول نفتحه معكم من جوجل كروم. للدخول مباشرة الأسانديال، مباشرة يمكنك كتابة أسانديال على الجوجل، راح يفتح معك اسانديال سيستم ناسيونال دو دوكيومونتاسيون ليني. هذه بالنسبه لطريقه الدخول لسكوبيوس واساندي وسيونس ديريكت من الجزائر، فلا يكون الا عن طريق اسانديال. ونحن نتحدث على اسانديال في العديد من الامور الهامه، يعني حتى وانتم تطلعون على الدورات التكوينيه القادمه التي تقدمها السيفر، فعلى الواجهة الرئيسية الأسانديال تجد لونجلي فورماسيون، لما تضغط عليه راح تجد هذه الدورات التكوينية التي نحن في صدد دائما برمجتها لفائدة الطلبة والأساتذة. مثلا هذا كيفية إيجاد موضوع بحث أصلي وقيمة مضافة 28 ماي، هذا بالنسبة لورشة اليوم. فالعديد من المشاركين معنا اليوم دخلوا وشاركوا معنا عن طريق هذا الروابط، فقط لما تضغط على فوار ديتاي فيعطيك مباشرة رابط التسجيل هنا. جميل جدا، يعني أظن بأنها هذه نقطة واضحة ونقطة مهمة جدا. من خلالها نرجع لاكوي فنضغط على سيونس تكنيك، في الأعلى سنجد مباشرة سيونس ديريكت، وفي الأسفل نجد مع بعض نجد سكوبوس. لو نضغط على سكوبيس مباشرة، لا يفتح معي. لماذا؟ لأني لم أدخل الرقم السري والكلمة، يعني لم أدخل عن طريق الحساب السندي. لذلك هذا هو سكوبيس بريفيو الذي يفتح معك إذا لم تكن داخل عن طريق الأسانديال، يعني فيه مجموعة من المعلومات التي يمكنك الاطلاع عليها، مثل الأذر سيرش، يعني البحث عن أسماء المؤلفين، وكذلك لإيجاد الجرائد كما سبق يعني ذكرتها في خلال البرزنتيشن. لكن هذا فقط، يعني ما تجدش العديد من المعلومات، ربما عن طريق الميتريكس هنا looking for free journal rankings and metrics، يعني لما تحدثوا على بعض المؤشرات بعض الحسابات كلها سكوبي سورس، يعني مجموعة الجرائد، يمكنك تحميل ملف إكسل في جميع السورس. لكن ونحن نريد الدخول إلى سكوبيوس، يعني الموقع الأصلي، نغلق هذه، نضغط على كونكشن ثم نكتب المود باس. دقيقة فقط، تبحث عن الكلمة السرية الخاصة ب أوكي. كونكشن. ستلاحظون الآن الفرق، نضغط مباشرة نفس الطريقة على سيونس تكنيك ثم أنزل للأسفل لأجد سكوبوس. ننتظر فقط، ربما مشكل في الإنترنت.
مازال بنفس الطريقة، على أساس مانيش متصل عن طريق الأسانديال. يجب يعني إعادة غلق وفتح النافذة. لا، في أسئلة يعني يمكن بالموازاة مع هذا يمكن إطلاق بداية الإجابة. سأعيد ربما مشاركة. دقيقة فقط. مازال، سأعيد الكرة مرة أخرى. إذا أبحث عن الأسئلة. هو بالنسبة لصلاحيات طالب الدكتوراه في اختيار الموضوع، هذا على حسب الهيئة البحثية، على حسب الكونسي سيونتيفيك، وعلى حسب الاستراتيجية التي تتبعها الدولة. يعني مثلا هنا في الجزائر، فنادرا ما تجد طالب الدكتوراه يقترح موضوع بحثي، لكن هناك الطريقة الألمانية التي يتبعها العديد من الدول، وهي أنه الطالب هو الذي يقترح المشروع البحثي الأول على الهيئة العلمية، هم يعطوه يحدوا له مؤطر، أو هو يبحث عن مؤطر معين من خلالها يجد ويمكن إثبات بأن موضوعه البحثي الذي اقترحه هو بذاته فعلا يستطيع أن تكون فيه أصلية وتكون فيه قيم مضافة. هنا في الجزائر إلى حد الآن، يعني أغلب المواضيع، مواضيع الدكتوراه، يتم اقتراحها عن طريق المؤطرين وعن طريق الهيئات البحثية، فالطالب ليس عليه إلا أنه يختار موضوع من بين المواضيع اللي تقترح عليه في قائمة معينة، والاقتراح يكون عن طريق الأولوية، يعني الذي يخرج الأول في الامتحان أو الثاني أو الثالث، الأول عنده الأولوية ودواليك ذلك. فهنا لما نتحدث على صلاحية طالب الدكتوراه، فهذا على حسب أنه الموضوع البحثي الذي قام بنشره أو قام باقتراحه تكون يتوفر فيه الشروط حسب الاستمارة التي يقوم بملئها، وهذا يعني معمول به في العديد من الدول في العالم. يعني بالنسبة لما تحصلوش على شهاداتهم في المرة القادمة، ربما حاولوا دائما تتبعوا الطريقة الصحيحة في التسجيل، وتحضروا يعني دائما الورشة من الأول حتى للنهاية، حتى يتفادوا مثل هكذا أخطاء ومثل هكذا أمور التي تقع عن طريق الخوارزمية. فالليزاتيستاسيون أو الشهادات نحن لا نكتبها يعني واحدة بواحدة، ولكن الخوارزمية على الزوم هي التي تتتبع أوتوماتيكيا. فأكيد كل من لم تصله الشهادة فيه أمر وقع، ربما راحت له الإنترنت، أو ربما لم يسجل الاستمارة بطريقة صحيحة. نحاول يعني معكم كل مرة، حاولوا ترسلونا ونشوفها حالة بحالة إن شاء الله. كما قلت، يعني تحدثت على الفرق بين السيونس ديريكت، وتحدثت على الفرق بين سكوبيوس. فسيونس ديريكت هي منصة أول حاجة، وسكوبيس هي قاعدة بيانات. منصة سيونس ديريكت تحتوي الجرائد التي تكون جرائد ومجلات مدرجة بالسيفر، يعني تابعة لدار نشر السيفر، فكلها تجد على سيونس ديريكت، ومن خلال سيونس ديريكت مباشرة يمكنك تحميل الملفات لتلقاها ملفات كاملة، يعني من المقدمة حتى الخاتمة الموضوع بالكامل، كلها مقالات منشورة في مجلات تابعة لدار نشر السيبر. أما بالنسبة لسكوبيس، سكوبيس قاعدة بيانات، فهي شاملة أكثر وتضم العديد من دور النشر. فالسيبر واحدة، دار نشر واحدة، يعني مجموعة دار نشر واحدة، فسكوبيس تضم الآن 7000 دار نشر، تضمهم جميعا بهم بجرائدهم. لكن مش معناها يعني لما تكون سكوبيس فيها تضم دار نشر معناها جميع الجرائد مدرجة في سكوبيس، لا، ولكن الجرائد تضم في سكوبيس واحدة بواحدة، يعني كل جريدة يجب أن
تجيب على المعايير التي تضعها سكوبوس، معايير الإدراج. فتجد مثلا في على السيفر، لما نقول السيفر مدرجة في سكوبوس، مش معناه جميع الجرائد مدرجة في سكوبوس، ولكن دائما يجب التأكد على القائمة سكوبوس. فيه ربما بعض الجرائد التي تفقد النفس للإجابة على هذا الكريتير أو هذا الأساسيات التي تطلبها سكوبوس للإدراج. يعني فيه معايير جادة جدا تطبق على جميع الجرائد، مهما واش تكون دار النشر التابعة لها، حتى نضمن دائما بأن البحث العلمي لما يحمل مقال عن طريق سكوبوس يكون حمل النوعية والجودة والطبيعة، واللي يكون المقال يكون عنده يعني قيمة علمية كبيرة. نعم صح، يعني ممكن اللي عنده مشكل في لابوات ايميل اللي خاصة به، يعني حسابه الايميل الخاص، فحاولوا دائما يعني الوصول والتأكد من مثل هذه الإشكاليات. بالنسبة لتونس كما قلت، يعني في الغالب هم يستعملون الايميل انستيتيوشنال فقط. يمكنك الدخول عن طريق الميل انستيتيوشنال، تجد يعني علامة. لو كان نفتح الآن مثلا، نعطيك مثال صغير على السونس ديريكت حتى نجد طريقة الدخول مثلا السونس ديريكت عن طريق الميل الأكاديمي. فهنا سواء نحط مباشرة الملف، وإلا نضغط على مباشرة العديد من الأمور، مثلا هكذا على سكوبيس بريفيو تجد هذه العلامة. العلامة هذه تبين رمز جامعة وأفيلياسيون. فتشيك أكسس، من خلال تشيك أكسس مباشرة يمكنني أن أدخل يعني الإيميل الأكاديمي الخاص بمؤسستي البحثية. هنا في مشكل فقط في الإنترنت، بقي يفتح معي مباشر سكوبيس بريفيو، ربما في خطأ تقني، لكن هذه الطريقة يعني عن طريق الضغط عن هذه الأيقونة يمكنك مباشرة إدخال الإيميل الأكاديمي الخاص بك. ويمكنك مباشرة يعني، لأن هذه الإيميلات المعرفة يعني مسبقا، ويمكنك من خلالها الدخول مباشرة لسكوبيس وسيونس دايركت. وين كنا؟ ما البلش. المهم، فهذه هي، نعود نرجع للأسئلة. أحاول دائما أن البحث عن الأسئلة اللي عندها علاقة بورشة اليوم. هل عدم وجود المراجع الكافية حول الموضوع المرغوب فيه دافع أساسي لعدم الخوض فيه؟ هو ما هوش دافع الأساسي في حد ذاته، لكنه يدفع إلى الخوف، لأنه أنك تبدأ البحث في موضوع ما عندكش فيه مراجع فهو في حد ذاته مجازفة. يعني إذا كنت قادر على المجازفة فافعل ذلك، إذا ما عندكش فلماذا ما فيش مراجع؟ هل هو فلسفة جديدة؟ هل هو تكنولوجيا جديدة؟ لأنه دائما نقول بأن القول بأن هذا الموضوع ليست فيه مراجع كافية ربما أمر سابق لأوانه. يجب البحث مطولا، لأنه نادرا في زمن اليوم، في زمن المعلومة الرقمية، نادرا أن لا نجد يعني مراجع تابعة لموضوع مهم. فقط يجب علينا أن نتعلم كتابة المعادلة البحثية، البحث، يجب أن نعرف المصادر، جميع المصادر الموثوقة المتواجدة، والبحث فيها جميعا بطريقة سليمة وطريقة حتى يمكننا القول والقرار بأنه هذا الموضوع ليست فيه مراجع. لكن نادرا ونجد الآن موضوع ليست فيه مراجع كافية، وإلا كيف حتى اقترح مثل هكذا مواضيع؟ على أي أساس؟ دائما الأساس الأولى الذي جعل الأستاذ أو الطالب يقترح مثل هكذا موضوع عنده مرجعية، تلك المرجعية هي التي تبدأ بها. لكن هذا لا يمنع بأنه هذا فيه مجازفة، وممكن
يعني يمكن التحليل، يعني من طريق سكوبيوس يمكنك التحليل مطول حتى تجد الإجابة على عديد الأسئلة المختصة لماذا لا يوجد فيها مراجع. وأنا أؤكد لك يعني على سكوبيوس، لو كان تعمل البحث والتحليل بطريقة صحيحة راح تجيب بنفسك على سؤالك. هل من الممكن الولوج للأسنديال من خلال إيميل مهني أم يتوجب التسجيل؟ هو الأسنديال ما عندوش علاقة بالإيميل المهني، الأسنديال هو حساب خاص يمكنك طلبه مباشرة من المكتبة المركزية أو مباشرة بالاتصال بالكونسورسيوم بالمركز الوطني للإعلام العلمي والتقني لوسيريست. فهذا شيئين مختلفين على بعض، الإيميل المهني، لكن يمكنك يعني فتح الإيميل، إرسال إيميلك المهني لمكتب الأسنديال حتى يعتمدوه لدخولك الأسنديال، يعني يخلوا لك نفس الإيميل، يزيدوا لك فقط قاعدة بيانات، ويقومون يزيدوا لك فقط كلمة سر، ويقومون بإدراج إيميلك المهني كأداة لدخول الأسنديال. ميرسي يا فو. عن كيفية كتابة مقال علمي، ربما يكون لنا ورشات في وقت لاحق. نعم، ربما للتفصيل أكثر، يعني لدخولك لسكوبيوس في المغرب، يعني أنا أنصحك بحضور أيضا الورشات التي يقدمها زميلي كريم من المغرب، فهو يركز أكثر دائما على الدخول من المغرب كما أركز أنا الدخول من الجزائر. الآن في الجزائر بالنسبة لمعرفة هذه مثل هكذا التصنيفات، فكما سبق وتحدثنا على تلك القوائم التي تنشرها سكوبيوس وتلك القوائم التي تعتمدها أيضا المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لا دي جي ار اس دي تي، اللي من خلال موقعها الرسمي يمكنك مباشرة يعني الدخول لها والبحث عن القوائم التي تحتوي التصنيفات، تجد الصنف ألف وتجد الصنف باء، وكذلك تجد حتى المجلات المفترسة وكذلك المحررين المفترسين، يعني مجموعة من القوائم التي تساهم من خلالها تجدها على هذا الموقع، يعني ديجيرس دي تي بوان دي زد، اللي من خلاله تجد هكذا مجلات. وصار الآن يعني طلبة الدكتوراه المقبلين على التخرج الذين يريدون أن ينشرون، وجب عليهم أنهم يشوفوا يعني مثل هكذا قوائم التي تنشرها المديرية العامة للبحث العلمي، والتأكد بأن المجلات المراد مراسلتها ليست بمجلات مفترسة وأنها مجلات مصنفة. هذا ما بين الشروط الأساسية التي تمكنه من بعد من الاستفادة من مقال ومن التخرج بالدكتوراه، يعني العديد من الأمور الهامة. نعم، بالنسبة للويبينار ربما يكون بفاسون هبدومادير. نعم، يمكنك البحث باللغة الفرنسية على سكوبيوس، يمكنك إيجاد العديد من الأبحاث فقط على الفلاتر، هناك فلتر للغة من خلاله فلترت والبحث فقط باللغة الفرنسية وإيجاد الأبحاث في تلك اللغة. أظن يعني أجبنا على العديد من الأسئلة. الآن 12:20 دقيقة.
كنت انتظرت انه يفتح معنا لانه عندي مشكلة على الانترنت ربما. الا في اسئلة اخرى؟ حاول يعني البحث في الاجابات الاسئلة والكيو اند ار وكذلك في الشات، اعمل جولة في الاثنين حتى اجد اسئلة عندها علاقة بورشة اليوم. نعم، بالنسبة للعلوم الاجتماعية إن شاء الله سيكون لنا ورشة خاصة ربما. دائما خليكم على اطلاع بالمجموعة على الفيسبوك، مجموعة Elsevier Community، وكذلك Elsevier Africa على اليوتيوب، وكذلك يمكنك مراسلتنا بالأكيد عن طريق الإيميلات الخاصة بنا دائما. فنحن دائما نبقى في خدمتكم في خلال كل هذا. فأظن بأن الإيميل الخاص بي منشور هنا، سأرسلكم يعني الإيميل من بعد. جميل جدا. فقط ثانية، يعني قبل ما نختم دائما ما أشارك معكم رابط لتشاركوني آراءكم بخصوص ورشة اليوم واقتراحاتكم للورشات القادمة حتى تساهمون معنا في المواضيع اللي تكون مقترحة لفائدتكم جميعا في الأيام القادمة. تجدون الآن لو كل واحد فيكم الآن يعمل نظرة على الشات مباشرة، فيجد مباشرة الرابط اللي من خلاله يمكنكم ترك يعني تعليقاتكم، آراءكم، اقتراحاتكم بخصوص سواء ورشة اليوم، الورشات السابقة، وكذلك الورشات القادمة. ف من خلال الأسئلة، من خلال هذه التعليقات يمكننا مباشرة النظر فيها. لذلك أشكركم جزيل الشكر على حضوركم معنا اليوم في الورشة التي كان عنوانها كيفية إيجاد موضوع بحث أصلي وبقيمة مضافة. نضرب لكم موعدا في الأيام القليلة المقبلة، فقط ابقوا معنا دائما حتى على صفحتي الشخصية تلقاها دكتور شرفي هشام على الفيسبوك، لدائما قبل يومين أو ثلاثة من كل ورشة نقوم بالنشر وإعادة التذكير ونعطوكم يعني رابط التسجيل حتى يمكنكم التسجيل بالطريقة الصحيحة، وحتى يمكنكم المشاركة ويمكنكم الحصول على شهادات مشاركة بعد 24 ساعة من المشاركة معنا. إذن شكرا جزيلا لكم مرة أخرى، شكرا جزيلا مريم على حضورك معنا وعلى تنظيمك لورشة اليوم، وإلى موعد آخر تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.